مجموعة مرسوم من خلال المقاولين، ونقدم أو أنشأنا اليوم أولاً 27 مكتب للعمالة غير المنتظمة موزعة على مستوى الجمهورية. هذه المكاتب بتاع العمالة غير المنتظمة بدأت تقدم خدمات صحية واجتماعية، وتنظم لهم رحلات، وتنظم لهم مجموعة من الخدمات، وده موجود بدأ يتنفذ فعلاً، وما كانش موجود قبل كده، تم في خلال الفترة الأخيرة. فإحنا بنراعي العمالة غير المنتظمة مراعاة خاصة لم تكن موجودة طوال السنوات الماضية. هل بعد الثورة كل ما تم تحقيقه كافي بالنسبة للعمال؟ حضرتك شايفه معالي الوزير كافي للعمال؟ لا طبعا، العمال لسه طلباتهم أكتر من كده بكتير. لما بنكون بنتكلم على 23 مليون عامل في مصر، يعني رقم مش صغير. لما نتكلم على إهدار للقطاع العام ضمن سنوات طويلة، وغيبت هذه الشركات ودمرت ولم تستحدث سنوات طويلة، لن تستطيع في خلال عام ولا عامين انك تنهض وتعيد مجدها بالشكل السريع اللي انت متوقعه. ثانيا، الجو ليس جوا مشجعا للجميع يساهم في البناء والتنميه. البعض بيدفع ويستغل حاجه العمال الحقيقيه ومطالبهم المشروعه في انه يستغلها سياسيا، فيعمل وقف الانتاج، وقف للمصانع، وقف للتشغيل، ويعطل حركه الانتاج لغرض سياسي مستغلا حاجه العمال وظروفهم، فبينعكس سلبا على الجميع، لان مصر تتاخر وان العمليات الاستثماريه تتاخر. بس بشكل عام معالي الوزير، ما فيش حد مش عايز يشتغل، ما فيش حد مش عايز مصنعه اللي كان واقف يرجع يشتغل تاني. على سبيل المثال دكتوره كريمه الحفناوي الناشطه السياسيه قالت مصنع زي شبين الكوم محتاج فقط 40 مليون جنيه علشان يعاد تشغيله. لماذا تبدو الحكومه وكانها عاجزه عن تشغيل مصانع اموال اللي محتاجه لتشغيلها مش اموال ضخمه؟ مع حضرتك انت متهيألي حضرتك ان الرقم هنا 40 مليون وهنا 50 مليون وهنا، لغايه ما تجمع الرقم بالمليارات، وبعدين بيبقى الدراسه اللي بتتقال ان 40 مليون هتقيم المصنع من عطرته. لما تخش في تفاصيل المصنع تكتشف ان ال 40 مليون ما هي الا اجور ومرتبات متاخره او ديون متراكمه على المصنع او الشركه عايز تسددها. لم تكن هذه الاموال لاعاده نهضه او لتطوير منشاه او مصنع او معده. هذا كلام بيقال، لكن دخلنا في تفاصيل هذه المنشآت واكتشفنا ان الموضوع ليس كما يقال، ولا حضرتك يستغله البعض في الاعلام على ان هي دي الطريقه اللي هتنجح المصنع. الحقيقه العمال محتاجين نهضه حقيقيه، محتاجين تطوير حقيقي جوه المكن في المصنع، محتاجين تدريب حقيقي للعمال عشان ينهضوا. مش عايزين ندغدغ مشاعر العمال ونقول لهم لا هتاخدوا والموضوع سهل جدا وكم مليون هينقلوا المصنع نقله غير حقيقيه. لا، الموضوع اعمق واكبر من كده. حضرتك تم تدمير وهذه الصناعات لسنوات طويله في مكان موجود من الستينات لم يتطور، في عمال لم يحصلوا على دورات تدريبيه او تاهيليه او رفع مستوى كفاءه ب 15 و 20 سنه. لما تقول هذا الواقع اللي موجود عندك، تعرف ان انت قدام منك مجهود كبير جدا يجب ان احنا نتكاتف جميعا فيه عشان ننهض. بالتاكيد طبعا هيكون في مجهود كبير جدا معالي الوزير، ولكن سؤالي ان الناس مش فاهمه تصريح السيد الرئيس مرسي الذي اكد على زياده المرتب الاساسي للعمال بنسبه 30% واعطاء منحه خاصه بمناسبه عيدهم بنسبه 50% هتقسم على شهور العام. هتقوم وزاره الماليه حاليا باحتساب العلاوه الاجتماعيه اللي بتمنح للعمال في شهر يوليو بنسبه 10%. يعني الكلام يبدو كلام عام مش مفهوم ومش واضح على سبيل الدقه. لا، ان هو فعلا بس محاوله الخلط لدى البعض اللي ادت لهذا اللبس اللي موجود. هو في ثلاث اشكال من زياده المرتب في كل سنه بيبقى العامل بينتظرها من العام للعام. الشكل الاول هو شكل العلاوه الدوريه الطبيعيه. العلاوه الدوريه لا مساس بيها لانها منصوص عليها بنص القانون، سواء كانت في القطاع الخاص فهي 7% طبقا لقانون 12 2003، او كانت قانون الدوله او العاملين بالدوله فبتنقسم حسب الدرجه الوظيفيه والشريحه 2 جنيه و5 جنيه و7 جنيه بارقام محدده. فهذا نظام قانوني اسمه العلاوه الدوريه، وهو قائم لا مساس به لان التعرض له يحتاج الى تعديل في نص تشريعي، واحنا قلنا ان كل القوانين داخله في التشريعات. ده بالنسبه لل 30% قائمه وتتنفذ. الصنف الثاني وهو العلاوه الاجتماعيه. العلاوه الاجتماعيه بدات تنفذ للعماله او للعمال المصريين من سنه 92، وكانت تتراوح مره 10 ومره 15 ومره 20 ومره 30 وبعدين ترجع ثاني 10. وبعد 5 سنوات من منح هذه العلاوه بتضم هذه العلاوه من علاوات غير مضمومه الى علاوات مضمومه وتدخل في الاساسي،
ودخولها في الاساس يتبعه زياده في الحافز وزياده في باقي يعني مفردات المرتب بالتبعيه. السنه دي في 30% كانوا منحت للعمال من 5 سنوات، السنه دي هتضاف ال 30% دي من العلاوات غير مضمومه الى علاوات مضمومه عشان تخش في المرتب الاساسي للعامل، وده هيتبعها ان الحوافز هتزيد. اذا كان بياخد حافز 100% يبقى هتزيد 30% ثانيه، اذا كان بياخد حافز 500% زي بعض الاماكن يبقى هيزيد 5 اضعاف، يعني هيزيد 150%. يعني ال 30% دول معالي الوزير هم العلاوه الاجتماعيه والعلاوه الدوريه بشكل مجمع. منحت من 5 سنوات، سيتم هذا العام اضافتها الى الاساسي. التي منحت هذا العام سوف يتم اضافتها للاساسي. فبالتالي ده هيزود الحوافز والبدلات. تمام. النوع الثالث وهو منحه لعيد العمال، هذه المنحه كانت بتصرف رقم ثابت للعمال بياخدوه كل على حسب منحه السنه، تم من خلال فتره زمنيه انها تقسم على مدار العام، يعني شريحه بتاخد 120 جنيه يبقى 10 جنيه كل شهر، هياخد 200 جنيه بتقسم على 12 هياخد كل شهر قد كده. هذه المنحه التي كانت يحصل عليها العمال من زمن طويل توقفت زيادتها وفضلت زي ما هي. السيد رئيس السنه دي زود هذه المنحه بنسبه 50%، يعني اللي كان بياخد 120 هياخد 180، يعني اللي كان بياخد 200 جنيه هياخد 300 جنيه طبقا للشريحه اللي هو كان بياخد. دي اللي هي منحه العمال يا فندم؟ دي دي اسمها منحه عيد العمال، وكانت بتنزل في مفردات المرتب منفصله لوحدها مقسمه على مدار السنه. معالي الوزير دي بنسبه كام؟ دي زادت مقدار 50% من القيمه بتاعتها، يعني كانت في شريحه كانت بتاخد 120 جنيه رقم بتاعها هيبقى 180، اللي كان بتاخد 100 جنيه هياخد 150، اللي كان بياخد 200 جنيه عيد عمال هياخد 300 جنيه عيد عمال. طيب ده فيما يتعلق بهذه المنحه اللي حضرتك تفضلت وشرحتها لنا، مساله تطبيق قانون الحد الادنى والحد الاقصى للاجور وربطهما بالاسعار. معلش قبل ما انسى، معلش فيما يتعلق بال 30% والفلوس دي امتى هتتصرف؟ الفلوس اعتقد من بدايه السنه الماليه من 1/7، يعني انا يعني احنا مستنيين التعليمات تطلع من الرئاسه، لان احنا كلنا كنا قاعدين مستنيين الحسبه، لان الارقام ديت بتحسب، لان ميزانيه الدوله يعني موضوع في منتهى التعقيد، وانت عارف الصعوبه الشديده اللي بتمر بها مصر اقتصاديا، فكانت الحسابات عماله يعني بتعصر من اجل ازاي نقدر ندي للعمال وما نعديش هذه المناسبه من غير ما العمال يشعروا بزياده رغم الازمه الاقتصاديه اللي موجوده، لكن من باب الشفافيه وال يعني اعتبارا من واحد اعتبارا من 1/7 الرئيس صارح معاهم مباشره وقال لهم ان منحه عيد العمال هذه السنه احنا كلنا منتظرينها من العمال، اللي هيدي منحه هذا العام فعلا هم العمال من خلال زياده الانتاج ودفعه لمصر كلها. ده اعتبارا من 1/7 يا فندم، ان شاء الله هيتم صرف هذه العلاوه ان شاء الله. بمناسبه الحديث بقى على سياده الرئيس، كيف استقبل الرئيس اعتراضات العمال على فكره ان العمال في قلب النظام وفي عقل النظام، وان النظام يعمل من اجل راحه العمال، وان السياسات تغيرت في ظل على ارض الواقع مصانع بتغلق وعمال بتشرد واوضاع ماليه من سيء لأسوأ؟ ما هو فين بس حضرتك بتقوله ده فين؟ اصل اللي انا هقول لحضرتك يا فندم، اللي انا سمعته من حضرتك كله كلام ايجابي جدا، ولكن فيما يتعلق بحرية إنشاء النقابات قريبا، فيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة بدأ الحصر، يعني أنا ما عنديش توقيتات. لا خلينا، طب خلينا في واحدة واحدة، خلينا في واحدة واحدة بس عشان ما يبقاش كلام. طيب الجزء الأولاني حضرتك بتقول في حرية إنشاء التنظيمات النقابية، أنا بقول لحضرتك في مصر قانون ينظم الاتحاد العام لعمال مصر فقط، وبقية التنظيمات ليس لها مشروعية قانونية أو مظلة قانونية من أجلها تقدر تمارس حقها، ورغم ذلك رغم عدم وجود مظله قانونيه احنا بنعترف بهذه التشريعات التنظيمات اللي موجوده، بنستضيفهم، بنشركهم معانا في الحوارات، بندخلهم في حوار مجتمعي عشان مشاكل العمال، بنسفرهم معانا زي ما سافروا اديس ابابا يمثلوا العمال، زي ما سافروا في الجزائر يمثلوا العمال، زي ما بعتهم جابات عشان يروحوا في الاي ال او يمثلوا العمال، زي ما هم كانوا عاملين مؤتمر من بضعه ايام بيقولوا احنا عايزين نعمل في نقابه الصحفيين مؤتمر باسم العمال، زي ما هم نازلين النهارده ميدان التحرير يعبروا عن اسم العمال، يبقى من حقه انه بيمارس دوره وبيمارس نشاطه اللي هو عايزه، يبقى فيه لو في قمع او في كمح كنا منعنا ده بحكم القانون بانه ما ليس له شرعيه قانونيه وليس له وجود قانوني، كنت عملته بالقانون، لكن احنا ادينا للناس حريتها تمشيها، لكن الازمه الحقيقيه ان الذي يمارس هذا العمل لا يمارس لمنافسه
ومحاولة تجريم التظاهرات والإضراب من خلال سن قوانين تقدم للمجالس التشريعية، ده مش تقييد للحريات بشكل أو بآخر؟ لا يا فندم، ما فيش هذا الأمر، هو تنظيم التظاهر وليس تجريم التظاهر ولسه. من حق العمال انهم يتظاهروا ويعتصموا وانهم يضربوا عن العمل، ده حق مشروع العامل، لا يستطيع احد ان يقول فيه شيء. لكن الازمه ان تتاجر بالعمال وتقول لهم انك لما تضرب عن العمل هتاخد مرتبك وانت مضرب، ويزكي هذا بدون وعي وبدون ثقافه للعامل. لا، احنا بنقول للعامل حقك ان تضرب وتعتصم وتمتنع عن العمل، بس اعلم ان اليوم الذي تضرب فيه عن العمل او تمتنع فيه عن العمل مخصوم من اجرك، مش هتحصل عليه اجرك، فيبقى انت بالتالي بتضغط على صاحب العمل. دي مفهومه، دي مفهومه، لكن بالنسبه لل مفهومه ليست مفهومه، بيشجعوا العمال على الاعتصام والاضراب ويطالبوا بحقوقهم كامله رغم ان هم امتنعوا عن العمل. بل اصعب من ذلك ان البعض بيدعو العمال لغلق المصنع ومنع باقي العمال. اصل هي المشكله يا معالي الوزير، ان يعني العمال بالتحديد سائموا من كتر سماع قريبا وسوف يتم ولاحقا وبالتاكيد وسوف ننفذ وبدانا بالفعل، والنتائج ملموسه على الارض لا تكاد تقريبا تحقق يعني 1% من مطالبهم. فهو الفكره في التوقيت، يعني لما حضرتك قلت بدايه صرف العلاوه الاجتماعيه ابتداء من 1/7، ده خبر مبشر بالنسبه لا انا اتكلم بس حضرتك، بس عشان لما تقول لي ان انا ضد حريه التعبير وضد حريه انشاء النقابات، وانا بقول لحضرتك في نقابات موجوده ونازله في الشارع ويافطه يفط وعامله مقرات وبتشتغل، يبقى ده قريبا ولا لا انا على ارض الواقع؟ بس انا ما قلتش ضد، حضرتك قلت قريبا سوف يصدر، بس امتى قريبا؟ القانون اللي ينظم، لان عند غياب السلطه التشريعيه، لان نفس لا طبعا انا مش بتكلم ان حضرتك ضد، انا بقول لحضرتك اهو في مائده الحوار، هم نفسهم القيادات النقابيه الموجوده الان على الساحه ترفض دخول القانون الى مجلس الشورى، هم اللي رافضين بنفسهم دخول القانون. خلوهم يطلعوا يقولوا احنا موافقين ان مجلس الشورى يناقش القانون ويخرجوا. القيادات الموجوده حاليا، القيادات السياسيه ولا العماليه؟ العماليه يا فندم. القيادات العماليه الموجوده حاليا ترفض دخول هذا القانون، حريه انشاء النقابات. ايوه، هم اللي بيرفضوا، اسالهم واستضيفهم وقول لهم هذا القانون موافقين انه يخش دلوقتي مجلس الشورى ويناقش ويخرج الى النور، ولا عايزين تستنوا مجلس النواب القادم؟ واذا قالوا موافقين على مجلس الشورى، انا اوعدك ان وزاره القوى العامله ومجلس الوزراء الحالي ينتهي من القانون الاسبوع القادم ويقدمه لمجلس الشورى. هو الفكره ان هم عايزين يستنوا المجالس النيابيه بعد الانتخابات. يبقى دي مسؤوليتهم، يقولوا رغبتهم قصاد العمال كلها، ما يتجروش بينا ان احنا اللي رافضين واحنا اللي معطلين. لا بس ده كان نفس الكلام برضه يا معالي الوزير في ايام المجلس العسكري، يعني كان نفس المطالب ايام المجلس العسكري، مش الاعتراض، كانوا رافضين ايضا القانون حتى يكون هناك مجلس شعب او مجلس نواب منتخب. طب معالي الوزير، بالنسبه لمساله وضع حد القانون الحد الادنى للاجور والحد الاقصى، انا كنت قريت يعني في الاخبار من يومين او يمكن امبارح ان حضرتك قلت ان قانون الحد الادنى والاقصى للاجور سوف يتم تفعيله وتطبيقه بالفعل.